النقاش في مسألة المؤتمر ومسألة المسائل التنظيمية في الحزب على عكس الاجتماع اللي صار امبارح ما يسمى بالهيئة التأسيسية التي حلت في المكتب السياسي واللي احنا نعتبره اجتماع لغي واجتماع غير شرعي وقراراته الكل لا تلزمنا ولا تلزم الحزب. لذلك احنا قررنا كما قلت لك التعليق العضوي لحين انعقاد هذا الاجتماع اللي طلبنا باش يكون قبل انعقاد الجلسة العامة المقبلة لمجلس نواب الشعب حتى نكونوا على قدر المسؤولية اللي اعطونا الناخبين بتاعنا على نفس الخطى وعلى العهد بتاعنا مع توينسا اللي صوتونا وهكيك نكونوا ما نعطلوش اعمال المجلس. وهذا الكل تعليق نحب نوضح ونأكد اللي هو لن يعطل اعمال مجلس نواب الشعب واحنا توا باش نلتحقوا باللجان باش نخدموا على روحنا كما قبل.